أهلا بكم إلى زوايا الحدث. وصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث الملف اليمني، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. يشار إلى أن ولد الشيخ زار في إطار مشاورات الإقليمية العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الماضي ثم الرياض لبحث الوضع في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تنجح زيارة ولد الشيخ إلى طهران في خلخلة موقف الميليشيا المتصلب؟ وهل ينجح ولد الشيخ في تقديم الحلول المجزأة بعد أن فشل في تقديم حل شامل؟ توصف تحركات ولد الشيخ الجديدة والتي يعتمد فيها باستراتيجية جديدة تعتمد على الحلول الجزئية والمؤقتة بعد أن فشل في تقديم حلول كاملة للمشكل اليمني. وعلى ما يبدو يراهن المبعوث الأممي على ضغط الأطراف الإقليمية لإحراز تقدم ملموس، فهل ينجح هذه المرة أم أنه سيستمر في الدوران في حلقة مفرغة؟ ذلك ما سنحاول مناقشته في حلقة اليوم بعد أن نشاهد التقرير التالي للزميل ماهر أبو المجد. من مسقط إلى الرياض مرورا بعمان وصولا إلى طهران، يتحرك ولد الشيخ في مهمة البحث عن حل للأزمة اليمنية الأشد تعقيدا والأكثر تداخلا بفعل تعدد الأطراف اللاعبة في الملف اليمني. طوال فترة عمله الممتدة أكثر من عامين عجز ولد الشيخ عن إحراز أي تقدم في ملف الحرب في اليمن برغم تعدد المحاولات وتوفر سبل الدعم الإقليمية والدولية، ليظهر أخيرا باستراتيجية جديدة تعتمد على تقديم حلول جزئية بعد أن فشل مع الأطراف اليمنية في التوصل إلى حل شامل. تنظر استراتيجية الحلول المجزأة إلى الحديدة كمدخل للحل، حيث تنص مبادرة المبعوث الأممي على تسليم إدارة ميناء الحديدة لجهة محايدة ويتم استغلال موارده للوفاء برواتب الموظفين، وهي المبادرة التي ترفضها الميليشيا التي ردت عليها بالمطالبة بفتح مطار صنعاء المغلق منذ أشهر، لترد الحكومة بالموافقة شريطة أن تخضع إدارة المطار للأمم المتحدة، وهو ما رفضته المنظمة الدولية معتبرة أن فتح مطار صنعاء من عدمه مسألة تخضع لتوافق أطراف النزاع في اليمن. وهذه كان حديث. وأمام هذه المواقف المتصلبة يتحرك ولد الشيخ أملا في الحصول على ضغوط إقليمية على الأطراف المحلية لإيجاد ثغرة للحل. ذلك الأمل قاده إلى إيران التي تربطها علاقة قوية بأطراف الانقلاب، فهل ينجح ولد الشيخ في زيارته الثانية إلى طهران ويعود بخلخلة لموقف الميليشيا المتصلب، أم أنه قد ألف العودة بخفي حنين؟ أبدأ النقاش مع ضيفي من عمان المحلل السياسي العماني دكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم، مساء الخير لكم جميعا. دكتور عبد الله، إذن الكثير من المحاولات لإيجاد حل في اليمن لكنها تبوء دائما بالفشل، أين تكمن العقدة اليوم في المشكل اليمني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقدة تكمن أن الحل في الأزمة اليمنية لم يعد بيد اليمنيين أنفسهم، وإنما صار بيد أطراف إقليمية وأطراف دولية. العقدة تكمن ثانيا في أن هناك توافق أو قرار إقليمي ودولي على هذا التلاعب بالأزمة اليمنية. العقدة تكمن في أن الأزمة اليمنية آخذة في التراجع أمام الأزمات التي تطحن المنطقة، منطقة الخليج في هذه اللحظة. لكل هذه الأسباب مجتمعة تبدو الأزمة اليمنية واحدة من أزمات عدة في الإقليم، وبالتالي يظهر المبعوث الأممي بين الحين والآخر بمشروع من هنا وهناك، وهذه المشاريع لا ترى النور، أي أنها لا تتحول إلى مشاريع عملية. طيب. هذا وضع الأزمة اليمنية. عندما تقول أن الأزمة اليمنية آخذة بالتراجع، ماذا تعني؟ أعني أن هناك جمود على المستوى العسكري. التحالف العربي اليوم لم تعد له عمليات عسكرية فاعلة في اليمن، تعز لم يحدث فيها شيء، الحديدة لم تنتزع من أيدي الحوثيين، ولذلك لجأ ابن الشيخ إلى هذه المبادرة. أعني أن هناك جمود عسكري، جمود سياسي، أن هناك حالة إنسانية تتفاقم في اليمن،
لا أحد يكترث لهذه الحالة الإنسانية التي تتداعى وتتسع رقعتها يوما بعد يوم. وبالتالي ففي المنظور الإقليمي والمنظور الدولي لم تعد الأزمة اليمنية هي أزمة يعني تحظى بالأولوية التي كانت تحظى بها من قبل. طيب سأعود لك دكتور عبد الغيلاني، أذكر أشرك معنا من صنعاء الأستاذ عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق. أهلا بك أستاذ عبد الباري. أهلا وسهلا أستاذ عبد الباري. إذا 3 سنوات ضاعت والجميع يبحث عن حل في اليمن، لماذا فشلت كل هذه الجهود برأيك؟ لأن كان الأطراف المتقاتلة الداخلية والخارجية رهانها على الحسم العسكري، وتبين بعد 3 سنوات استحالة الحسم العسكري. الحسم العسكري الآن كارثة تدمر البلد، سواء الحرب في الداخل أو العدوان الخارجي. هذا الآن الذي يدمر البلد. والمشكلة أنا أتفق مع الزميل الأستاذ عبد الله يعني على أن الحل لم يعد بأيدي اليمنيين. الخشية الآن أيضا أن تكون خرجت من أيدي الأطراف الإقليمية المنخرطة في الحرب وأصبحت بيد الأطراف الدولية. يعني هذه الكارثة الآن أن الطرف اليمني أصبح لعبة بيد الطرف الإقليمي المحارب، وأصبح الطرف الإقليمي هو الآخر أيضا لعبة في مستوى دولي. وأتفق معه أيضا أن المسألة الآن المشاكل القائمة في العصر في العالم ممكن تحول الحرب. طيب أستاذ عبد الباري، هذا ليس بالشيء المفاجئ أن اليمنيين للأسف أصبحوا لعبة بيد الإقليم، وربما أيضا الإقليم هم خاضعين للعبة أخرى ربما للمتاجرة وبيع السلاح، هذا ربما كان معروف من فترة ماضية. يعني صحيح، يعني هو معروف، لكن الآن بدأ يتكشف بشكل أن الأطراف يعني مثلا أن يتحاور مع إيران بدون التحاور مع الأطراف اليمنية الداخلية، بدون التوافق مع الأطراف الجوار التي هي أساس في هذه الحرب. يعني هذا كله يدلل أن المأساة اليمنية أصبحت كارثة بكل المعاني وخرجت من يد الأطراف التي تتقاتل على الأرض الآن في اليمن. طيب سأعود لك أستاذ عبد الباري طاهر. طيب سأعود لك أستاذ عبد الباري طاهر. انتقل لضيفي في مسقط دكتور عبد الله الغيلاني، ما الذي يبحث عنه ولد الشيخ في مسقط في إيران؟ ابتداء يعني هذه المبادرة التي تقدم بها ابن الشيخ الآن والتي تبدو حقيقة ليست منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية للتعاطي مع الأزمات. يعني ماذا يعني بانتزاع ميناء الحديدة من الحوثيين وتسليمها إلى طرف ثالث؟ هنا جملة من الأسئلة. السؤال الأول، هل يمكن للحوثيين وهم الذين يسيطرون سيطرة كاملة على ميناء الحديدة؟ وميناء الحديدة تعد هي الرئة التي يتنفس من الحوثيون، وهي مركز الإمداد الأول. قد تكون هناك مراكز إمداد أخرى على الساحل الغربي أو من خلال يعني نقاط حدودية متعددة، ولكن يبقى ميناء الحديدة هو الرئة التي يتنفس منها الحوثيون. السؤال، ما الذي يجعل يعني ما هي المعطيات في ميزان القوى، ما هي المعطيات القائمة على الأرض التي تدفع الحوثيين إلى التنازل؟ إذن دكتور عبد الله نؤجل السؤال، ما الذي يبحث عنه ولد الشيخ في طهران، وربما نبدأ الآن بالسؤال الأهم. باعتقادك لماذا لجأ ولد الشيخ لهذه الحلول الجزئية بعد أن فشل في إيجاد حل نهائي وفشلت كل الأطراف معه في إيجاد هذا الحل وإخراج الأرض الواقع؟ أنا أتصور أن هناك غياب كلي للرؤية الاستراتيجية. يعني حتى الحل السياسي الذي بدأ الحديث عنه منذ نوفمبر 2015 ربما، ثم دخل ابن الشيخ على الخط كمبعوث أممي، أتصور أن هناك غياب كلي للرؤية الاستراتيجية للتعاطي مع الأزمة اليمنية لجهة إيجاد حل سياسي. كل المبادرات التي تقدم بها ابن الشيخ من مسقط ومن موسكو ومن نيويورك ومن أماكن متعددة يعني تفتقر إلى هذه الرؤية الاستراتيجية المتماسكة، تفتقر إلى وضع ميداني على الأرض يمهد لهكذا حلول سياسية. نحن نعلم أن الوضع الميداني اليوم ميزان القوى مختل بشكل كبير جدا، وبالتالي يجد الفرقاء أنفسهم في غنى عن تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حلول سياسية. عودة إلى موضوع الحديدة، أقول ما الذي يدفع الحوثيين ويلجئهم إلى التنازل عن هكذا يعني موقع استراتيجي يعد هو الرئة التي يتنفس من الحوثيون؟ لا شيء يدفعهم إلى ذلك. سؤال آخر، من هو الطرف المحايد؟
نتكلم عن إيران مثلا لن تكون مقبولة من دول التحالف، نتكلم عن الأردن أيضا لن تكون مقبولة على اعتبارها منحازة إلى التحالف وجزء من التحالف، نتكلم عن سلطنة عمان، أحسب أن السلطنة انسجاما مع توجهاتها التقليدية في السياسة الخارجية أحسب أنها لن تقبل للقيام بهذا الدور، لأن هذا سيدخلها في نزاعات مباشرة مع يعني فرقاء الصراع. فمن هو الطرف المحايد الذي يمكن أن يتولى إدارة الميناء، ولصالح من سيتم إدارة الميناء؟ يعني ربما أن المقصود لصالح بالطرف الثالث فاعلين يمنيين، يعني طرف يمني فاعلي لن يقبل به. من هو الفاعل اليمني اليوم؟ اليمنيون اليوم الخط الفاصل بينهم إما أنهم مع الشرعية مع حكومة الرئيس هادي، أو أنهم طوعا أو كرها هم مع الحوثيين، وبالتالي لا التحالف سيقبل بطرف يمني ولا الأطراف اليمنية نفسها سوف تقبل بطرف يمني. أنا أتصور أن الأنظار تتجه إلى سلطنة عمان، وتقديري أن السلطنة كما قلت انسجاما مع التوجهات التقليدية لسياساتها الخارجية لن تقبل أن تطلع بهكذا دور حرج ربما يخرجها من حالة الحياد إلى حالة يعني الانحياز الى طرف هنا او طرف هناك. طيب ساعود لك دكتور عبد الله الغيلاني، اعود لضيفي من صنعاء الاستاذ عبد الباري طاهر. استاذ عبد الباري طاهر، هذه الاستراتيجيه الجديده التي لجا اليها ولد الشيخ بعد ان فشل في تقديم حل شامل ونهائي، كيف تنظر اليها؟ هل هي ناجعه؟ هل يمكن من خلالها ان ياتي الحل؟ هل تكون مدخل للحل؟ انا في اعتقادي ان استعصاء الحل الوصول الى حل شامل بسبب تعنت الأطراف المختلفة كلها بدون استثناء يترك الباب أيضا أمام إمكانية حل جزء الحلول الجزئية، وحقيقة الحلول الجزئية هناك إمكانية، هناك إمكانية مثلا تفاوض في تعز بين الأطراف المحاصرة والمحاصرة أن تتم توافق لا فك الحصار أن تعز، هذه خطوة وهذه الخطوة الآن على الأرض ماشية، توافق على حل بالنسبة للحديدة أيضا يعني هي محاولة، ولكن يعني القضية هذا الطرف الثالث، الطرف الثالث الداخلي بكل تأكيد هو موزع على خارطة الحرب سواء الداخلية أو الخارجية، لكن دولة كعمان دولة كالكويت ممكن تلعب دور مهم جدا في هذا الصراع، لأنها بكل التأكيد طرف محايد، دولة زي تونس زي الجزائر ممكن يكون لها تأثير يعني وتلعب دور سيادي، لأنها مش طبيعة الدور الذي تقصده أن يسلم لها الميناء مثلا، فهذه يعني مسألة أيضا مسألة الميناء مسألة مهمة جدا. أيضا الآن الانقسامات الداخلية في التحالف الأنصار الله وعلي عبد الله صالح وجماعة علي عبد الله صالح ممكن أيضا تتيح فرصة للضغط باتجاه تحقيق خطوة، ولكن هو المطلوب أن هذه الحلول الجزئية تشمل كل المرافق، تشمل المطار صنعاء، تشمل مدينة تعز المحاصرة، يكون في هناك حلول جزئية ولكنها متوازنة. لكن أستاذ عبد الباري البعض ينظر لهذه الانقسامات التي تقول أنها موجودة داخل صفوف الانقلابيين أنها ليست سوى توزيع وتبادل أدوار فقط، طرف يقبل أبداً أبداً خلافات جدية، ولكن يعني عدم الاهتمام بهذا التمايز في المواقف هو الذي يؤدي إلى عمى الرؤية، لكن هناك في خلافات حقيقية والخلافات ليست من نصيب هؤلاء، الخلاف أيضا في دول التحالف العشر الخلاف موجود في أطراف الحرب كلها، الخلافات هذه موجودة، وقراءة هذه الجزئيات الرؤية والمواقف المختلفة مهم جدا لمن يتصدون لحل سياسي للمسألة اليمنية. المسألة اليمنية معقدة ومتداخلة متشابكة، ولكن معالجة القضايا الجزئية الممكنة طبعا ممكن يؤدي إلى نتيجة طبعا. طيب أعود لضيفي من عمان دكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، نعود للسؤال الرئيسي لهذه الحلقة، ما الذي يبحث عنه ولد الشيخ في طهران؟ المقطوع به أن هناك علاقة خاصة بين طهران وبين الحوثيين وعلى عبد الله صالح في صنعاء، وأن طهران لها دالة يعني على هؤلاء، فهو يطرق يعني أبواب طهران ربما من أجل أن تؤثر على حلفائها في صنعاء، ولكن كما قلت لك أن مبادرات ابن الشيخ في المجمل وفي طليعته هذه المبادرة الأخيرة هي مبادرات خداج، ليست ناضجة، ليست مكتملة، وبالتالي أنا أخشى أن الأطراف المنخرطة في الأزمة اليمنية سواء الأطراف اليمنية ذاتها أو الأطراف الإقليمية
تتلهى بهكذا حلول بين الحين والآخر. وأستطيع أن أجزم ولن أكون حانثا إذا أقسمت أن هذه المبادرة سيكون مصيرها يعني مثيلاتها. لا يمكن أخي أن تكون هناك حلول جزئية جزء من كل. نعم، أن تكون هذه المبادرات المجزأة حزمة ضمن رؤية متكاملة، حل متكامل ممكن، ولكن أن تكون هكذا يعني منفصلة تماما ولا علاقة لها بما قبلها وما بعدها. ماذا لو يعني أنجزت هذه المبادرة؟ هي لن تنجز، لكن ماذا لو تحققت؟ ماذا طيب بعدها؟ تقول دكتور عبد الله أن ربما الهدف من الزيارة إلى طهران هو الضغط على الميليشيا الانقلابيين. نعم، من خلال العلاقة الموجودة لهم مع طهران. هم بالأساس ينكرون أن يكون لهم أي علاقة مع طهران. ما يقال في الإعلام شيء والواقع شيء آخر. ابن الشيخ يعلم تماما أن هناك دالة لإيران على الحوثيين، ولكن الحوثيين الآن يرفضون هذه المبادرة أصلا. يعني هم رفضوا هذه المبادرة جملة، انتزاع أو القيام بالتخلي عن ميناء الحديدة كما قلت لك، هي أبرز خطوط الإمداد للحوثيين الآن، فلماذا يتخلون عنها؟ ميزان القوى لا يدفعهم إلى ذلك، لا يلجئهم إلى ذلك. وبالتالي أنا أخشى أو يعني أكاد أجزم أن ابن الشيخ سيعود من طهران ومن مسقط يعني بغير طائل. يعني هذه الجولات الإقليمية لن يكون لها طائل، وسيعود مرة أخرى إلى المربع الأول، سيصمت بضعة أسابيع ثم سيأتي يعني تقليعة جديدة وهكذا دواليك. وبالتالي صارت الأزمة اليمنية أزمة مدولة في أروقة الأمم المتحدة والحلول الإقليمية ما لم تبادر الأطراف المعنية الإقليمية والدولية. ربما هو ولد الشيخ في ذاته ليس أمامه سوى أسابيع وتنتهي مهمته في نوفمبر 2017، ربما يكون له تجديد. أنا أظن قد يكون هناك تجديد، وحتى لو لم يجدد له وأتى مبعوث آخر فسيدور في نفس هذه يعني المساحات المفتوحة أو هذه الدائرة المغلقة، ولن يصل إلى شيء ما لم يقارب الأزمة في جوهرها. طيب. وجوهر الأزمة أن هناك يعني انقضاض على السلطة، هناك إسقاط للدولة المعترف بها، هناك تدخل لأطراف إقليمية. ما لم تقارب هذه المكونات الجوهرية للأزمة اليمنية فكل ما يقال وكل ما يطرح الآن مبادرات أنا أتصور أنه سوف يذهب أدراج الرياح. طيب أعود لضيفي من صنعاء الأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ عبد الباري طاهر، بالنسبة لك وكتعليق لك على زيارة ولد الشيخ إلى طهران، ما الذي يبحث عنه هناك؟ واضح جدا أنها الانغلاق المسارات الداخلية والإقليمية المحيطة يعني دفع بالذهاب إلى إيران، لكن بالفعل يعني كل هذه المحاولات وإن كان واحد طبعا مسألة ترك الحلول الجزئية والشغل على حلول جزئية في سياق يعني شامل لحل متكامل ممكن، ولكن هذا يتوقف على الإرادة، إرادة الأطراف المتحاربة. حتى الآن أوهام الحشم العسكري ما تزال قائمة، أوهام الصمود والرفض للحلول السياسية والاستمرار في الحرب خاصة للأطراف الداخلية أيضا قائمة، ولذلك تظل هذه المحاولات يعني مع لها يعني ليست هناك مؤشرات إيجابية لنجاح مثل هذه الخطوات. طيب أستاذ عبد الباري، إذا الآن هناك رفض للحلول المطروحة من ولد الشيخ، هذه الحلول الجزئية، هل يمكن أن تثمر لهذه الزيارة نتائج ويتم الضغط على الميليشيا القبور ربما بهذه الحلول؟ يا سيدي، دحين العقدة الذي أشرتم إليها في تقريركم وفي بداية النقاش، العقدة المستعصية أنها الآن فلت الأمر من أيدي الأطراف اليمنية المتقاتلة وأصبحت يعني مواقفها مجيرة للإقليم ومجيرة للخارج أكثر مما تمتلك إرادة داخلية للإحساس بالكارثة التي تعيشها البلد والوصول إلى حلول. يعني كل طرف يتمسك بما يريد غير يعني مدرك الكارثة التي تعيشها البلد كأسوأ بلد في العالم الآن من ناحية الصحة، من ناحية الأمن، من ناحية السلام، من ناحية المعيشة العامة. فالوضع بالفعل هذه الخطورة الآن أن الأطراف المتقاتلة لا تقدر ولا تستشعر مدى خطورة الأوضاع في البلد، ولذلك المحاولات الخارجية لا تمتلك أساس يراهن عليه في عمل الداخل. طيب أعود لضيفنا من مسقط دكتور عبد الله الغيلاني. إذن الآن بالنسبة لهذه الحلول الجزئية المقدمة هناك رفض لها وردود الفعل باتت مرصودة ومعلنة في وسائل الإعلام الآن،
بعد كل هذه الخطوات تعتقد أمام كل هذه المواقف المتصلبة ولد الشيخ على ماذا يراهن الآن؟ ولد الشيخ يعلم تماما موازين القوى التي تحكم الصراع في اليمن، ويعلم تماما المداخل الرئيسية لو أراد أن يدخل إليها، ولكن ابن الشيخ يعبر عن إرادة دولية، وهذه الإرادة الدولية تقضي بأن الأزمة اليمنية ينبغي أن يعني تدول على هذا النحو، وأن تطرح مبادرات بين الحين والآخر. هم يعلمون تماما أن هذه المبادرات لن يكتب لها النجاح ولن تتحول إلى مشاريع واقعية، ولكن لابد على اعتبار أن هذا مبعوث أممي ويمثل يعني منظمة دولية عريقة، وهناك أطراف كالولايات المتحدة وإيران ودول الإقليم وغيرها، فلا بد من التحريك بين الحين والآخر. ولكنهم يعلمون في حقيقة الأمر أن هكذا مبادرات مجزأة، مبادرات غير ناضجة، مبادرات مبعثرة، أنها لن تفضي إلى حل. الحل السياسي أخي الكريم له مكونات، والحديث عن الحل السياسي الآن مضى عليه أكثر من سنتين منذ أن اتخذ مجلس الأمن قراره في إبريل 2015 22/16. كان واضحا يعني ما هي مكونات الحل السياسي وما هي الاشتراطات التي ينبغي أن تتحقق من أجل أن يتحول هذا الحل السياسي إلى مشروع واقعي. هذه الاشتراطات الآن منعدمة، هناك موانع كثيرة، هناك حقائق غائبة، وبالتالي أنا أتصور هي مسألة تلهي وإظهار مبادرات بين الحين والآخر، ولكنها سوف تؤد كما وئدت المبادرات التي يعني من قبلها. لكن دكتور عبد الله، هناك من ينظر إلى هذه الحلول المجزأة الآن أنها ربما قد تكون مدخل للحل، وأنها ليست سابقة في اليمن في أزمة اليمن طرح مثل هكذا مبادرة، ربما وضعت هكذا حلول جزئية في أزمات أخرى وكتب لها النجاح. أخي المشكلة ليست في كون الحل جزئي أو كلي، المشكلة هذا الحل الجزئي يطرح في أي سياق؟ ما هو السياق الاستراتيجي الذي تطرح فيه هذه الحلول؟ يعني الأطراف يعني فرقاء الصراع في كل أزمة قد يجدون أنفسهم، يعني يحدث بعض التقاطعات، يجدون أنفسهم مضطرين إلى التوافق على حلول مؤقتة، على حلول جزئية، خروجا من مأزق معين. ولكن نحن نتحدث عن حل لأزمة، حل كلي لأزمة. فالمشكلة ليست في كون الحل جزئي أو كلي، المشكلة أن هذا الحل الجزئي كيعني مبادرة الحديدة مثلا يأتي في أي سياق؟ ما هو السياق الكلي؟ ما هي النظرة الاستراتيجية؟ ما هي المرئيات المقاصدية الكلية التي يأتي في سياقها هذا الحل؟ إن كان هذا الحل هو جزء من حزمة متكاملة، نعم، فمسألة التوقيت، مسألة مرحلة الحلول، مسألة البدء بالأسهل ثم الانتقال للأصعب، هذا أمر لا بأس به وهذا أمر معهود في حل الصراعات. ولكن أن, 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 أن تطرح مبادرة منفصلة تماما لا علاقة لها أو ليس لها يعني امتداد استراتيجي وليست جزء من رؤية كلية، هذا هو الإشكال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى هذه الحلول الجزئية اليوم لا تتوفر لها على الأرض، لا تتوفر لها شروط للنجاح. الحوثيون لن يقبلوا بها، حتى الأطراف العربية يعني فرضا حتى لو تم التوافق على المبدأ، مبدأ أن ميناء الحديدة مثلا يدار من قبل يعني طرف ثالث، رغم أنني قلت لك آنفا أن المبادرة هذه ملغمة بكثير من الأسئلة، ولكن دعنا نفترض أنه تم التوافق على المبدأ، سيكون هناك إشكال كبير وصعوبات عند الدخول في التفاصيل، وبالتالي النتيجة واحدة، أن هذه المبادرات المجزأة المبعثرة لن يكتب لها النجاح لأنها تفتقر إلى يعني شروط النجاح. هو ربما أيضا موضوع ميناء الحديدة مشابه لموضوع مطار صنعاء المطروح الآن وفق بعض التسريبات، أنه مطروح لإدارة ميناء الحديدة هو الأمم المتحدة في حالة مطار صنعاء، رفض طلب التحالف العربي، وبالتالي قد يتكرر نفس السيناريو مع ميناء الحديدة. نعم هذا وارد جدا. طبعا ميناء صنعاء أو يعني مطار صنعاء مهم جدا بالنسبة للحوثيين، فهل المبادرة الآن تطرح مقايضة؟ تنازلوا عن الحديدة في مقابل أن يفتح مطار صنعاء؟ طبعا فتح مطار صنعاء هذا القرار بيد التحالف العربي، هل سيلتزم التحالف العربي بهذه المسألة أم سيعيد الأمر ويقصف المطار وبالتالي يتعطل هذا الحل؟ المسألة في غاية التعقيد. يعني كما أشرنا بأن يعني خروج الحل من الأطراف اليمنية إلى الأطراف الإقليمية يجعل حل الأزمة أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، وبالتالي التمادي يعني في الأزمة أنا يعني أحسب أن ستكون له تداعيات
يعني اكثر حده على الصعيدين الداخلي اليمني والاقليمي. اشكرك جزيلا دكتور عبد الله الغيلاني. اختم مع الاستاذ عبد الباري طاهر من صنعاء. استاذ عبد الباري، امام كل هذه المواقف المتصلبه برايك على ماذا يراهن ولد الشيخ الان؟ واضح انها الان هو يعني شغل في الوقت الضايع ورهان على ان ايران ممكن تضغط على الطرفين الداخليين، والاطراف الداخليه بالتاكيد يعني لها علاقه بمستويات معينة بإيران، ولكن هذا لا يكفي. الحل الجزئي الآن واضح جدا أن طابعه الإنساني لمسألة الإغاثة، لمسألة وصول المواد الغذائية، مسألة السفر أيضا ورفع الحصار عن مطار صنعاء، الطابع الإنساني الآن المجرد هو أساس نشاط ابن الشيخ، لكن كحل سياسي، حل سياسي لابد يكون بالفعل نظرة شاملة ونظرة جزئية. ممكن تكون هناك حلول جزئية بالفعل، لكن في سياق عام يؤدي إلى نتيجة نهائية لوقف الحرب في اليمن ولحل سياسي. كل هذه الآن المؤشرات سالبة، والنشاط الإنساني والدعوة الإنسانية للمطارات لفتح لميناء الحديدة أيضا هي الأخرى. الأطراف الداخل المتحاربة لا هم لها بالنسبة للناس ولا لأزمات البلد ولا لقضايا الحياة في هذه البلد. ربما هو الموضوع الإنساني لا علاقة له باهتمامات الأطراف كما تقول، وأيضا الآن ربما هناك حديث عن مطار صنعاء وأزمة إنسانية. أيضا في السابق كانت هناك حصار فرضته الميليشيا على مدن عديدة ولم يتم الالتفات إلى أي زاوية إنسانية والاهتمام بها كمدخل لإيجاد الحل. بالضبط هذا الذي هو حاصل. الذي حاصل أن قوى يعني شرعيتها كلها الأمر الواقع، شرعيتها كلها أنها تمتلك السلاح وتمتلك يعني فرض الإذعان على الناس جميعا، ولكن ليس أمامها خيارات ولا أفق ولا رؤية لحل قضية اليمن سواء الأطراف الداخلية أو الخارجية. ومن هنا أنا أميل إلى هذا الرأي القائل بأن الحرب ممكن تصبح حرب منسية وتعوم هذه الحرب وتأخذ المسألة مدى زمن يطول أو يقصر ما لم تتحرك قوى حية وفاعلة في الداخل اليمني لفرض خيار آخر مغاير ومختلف عن خيارات الكريهة والمقيتة التي فرضت الحرب على البلد كلها. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري طاهر الكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.